ماذا يحدث؟ أين نحن؟ مرحبا بكم في تحدي الأزرار الغامضة. أي تحدي؟ لماذا نحن في أقفاص وتوجد كاميرات؟ هل أحد يتابعنا هنا؟ أنقذونا، أخرجونا. لماذا تصرخون؟ كل المرحات قريبا، اضغطي على الزر لا تخافي. صحيح أن الزر ليس مخيفا على الإطلاق. على وعلى ذلك سقط مشروب لذيذ من ستاربكس على الشاشة. فقط انظر كم هو لذيذ مع الكريمة المخفوقة حتى. جيليان كل شيء لك، استمتعي. فقط لا تنسي التنفس واعتني بشعرك الجميل. وللزينة قبعة من الكريمة المخفوقة، كما أنها لذيذة جدا، جربيها. هاي هذه لي. واو شهية رقيقة جدا. أتساءل ماذا سيحدث إذا قمت بالنقر على هذا الزر؟ ماذا لدينا هنا؟ أها، طعام قطط. كلنا نحبهم كثيرا، صحيح؟ هذا الكيس الآن لك يا نانسي. نعم بالتأكيد رائحته ليست رائعة، ولكن ربما مذاقه أفضل. واو، الآن مطر بطعم التونة. لا يبدو أن نانسي مبتهجة. حسنا لا بأس، حظ أوفر في المرة القادمة. والآن حان دور جيليان. أتساءل ما الذي ينتظرك هذه المرة؟ أضغط على الزر الأحمر لنرى الآن. نعم، هذه الكوكاكولا المفضلة لدى الجميع. وكم يوجد منها؟ هرم كامل. أوي 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 جيليان انتبهي، الكولا تمطر عليك مثل البرد الجليدي. آمل ألا تسبب لك نتوء على رأسك. ولكن الآن يمكنك الاستمتاع بكولا باردة ولذيذة. لدي طعام قطط ولديها كولا، هذا غير عادل. هيا نانسي، على ماذا ستحصلي الآن؟ واو، مدفع جليدي. بمساعدته يمكنك تجميد الأشياء. لنجرب الآن، إنه ملقم وجاهز لهجوم الجليدي. فقط كوني حذرة. أوي، الكولا المجمدة مذاقها أفضل. مثلجات حقيقية. جيليان دعيني أجرب، أنا مجمد الكولا. لا، إذن خذي هذا، شعاع الفائق سوف يحولك إلى تمثال جليدي. ها، الآن يمكننا تزيين الحدائق الشتوية معك. بينما جيليان مثلجة، فلنرى ما ينتظرها بعد ذلك. واو، نسكويك الكاكاو. واو، يا لها من نكهة، وهي ساخنة، فقط مناسبة لإذابة ملكة الثلج لدينا جيليان. انظروا هذا ناجح. دوش من الشوكولاتة اللطيفة، ما الذي يمكن أن يكون أفضل؟ كم هذا رائع. اللعنة يا نانسي، لقد أصبح الرشاش فارغا بالفعل، ولن تتمكني من تجميد أي شيء بعد الآن. جيليان اضغطي على الزر، لدينا الكثير من المرح هنا. في كل مرة مفاجأة جديدة، ماذا سيحدث الآن؟ واو، نظارات عالية التقنية. هذه تقنية سرية للعملاء الخاصين، فقط الجواسيس الحقيقيون لديهم مثلها. سوف نستعيرهم لبعض الوقت من أجل التحدي. جيليان أمسكي، فقط كوني حذرة، هذه تقنية قيمة جدا. واو، كما لو أنني في لعبة كمبيوتر. هذه التلميحات، إذا ضغطت على هذا الزر بابتسامة يبدو أنني سأصادف شيئا لذيذا. أنت فقط على حق جيليان، هذا الدلو الضخم من فشار الكراميل الحلو والمقرمش فقط لك. وتستطيع الذهاب إلى السينما معه حتى بدون فيلم. لديك ما تفعلينه وتستمتعي به. التعامل مع مجموعة كبيرة من الفشار ليست مهمة سهلة، لكنك ستفعلينها. واو لذيذ جدا. أريد الضغط على زر آخر، سأختار هذا. دعونا نرى على ماذا سأحصل هذه المرة. حزمة كبيرة من السكيتلز الملونة.
أعلم أنك تحبينهم كثيراً. آه، للأسف دائماً ما يتساقط لدينا مطر عادي وليس من الحلويات. هذا مذهل. أوافقك. إذن ما الذي يخفيه لنا هذا الزر؟ ألا متشوقة؟ واو، هذا كيس ضخم من المارشميلو الرقيقة. هذا حظ جيد. جيليان، أنت محظوظة جدا. كلنا نريد أن نكون بدالك، لكن هيا استمتعي. نعم، مارشميلو لذيذة ورقيقة ومنفوشة. سوف آكلها بالكامل. جيليان، أخبريني على أي زر أضغط حتى أحصل على حلويات لذيذة. نعم، اضغطي على الأخضر. شكراً. أتشوق، ما هي اللذاذة التي سأحصل عليها؟ لا أريد أن أزعجك يا نانسي، لكنك حصلت على سمكة مملحة لا طعم لها أبداً. أوه، ويا لها من رائحة. على الرغم ربما ستحبينها، لدينا جميعاً أذواق مختلفة. البعض يحب المالح. أوه نعم، لا يبدو أنك سعيدة أبداً. لكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ هذه هي قواعد التحدي الذي نواجهه. جيليان، لقد خدعتيني، لذلك سأخذ نظارات التجسس الخاصة بك. الآن سنرى. أوه نعم، بمساعدتهم أنا أرى كل التلميحات. سأضغط على زر الخروج. أوه، ماذا حدث؟ ساعدوني، زنزانتي سوف تبتلعني الآن. تم إنقاذي. كلام مضحك. جيليان، حان دورك، اختاري زرا بدون تباطؤ. ماذا لدينا هنا؟ النودل المفضلة لدى الجميع، حلوة ولذيذة. ماذا يمكن أن يكون أفضل من الشوكولاتة بالبندق؟ يتناسب معجون الشوكولاتة السميك جيدا مع المارشميلو الرقيقة. أوه ماي جاد. جيليان، لقد حصلت بالفعل على أفضل الحلويات. مرة أخرى جيليان محظوظة. نانسي، ما التالي؟ ماذا لديك؟ حلوى جيلي بيلي، ما أجملها وأحلاها. صحيح، هناك خدعة واحدة، هذه الحلوى لديها أذواق مختلفة وليست كلها لذيذة. لن تعرفي أبداً ما هو الذوق حتى تجربيها. حلوى مشوقة، سوف أجرب هذه. ماذا يا نانسي، أخبرينا كيف طعمها؟ واو، هذه حلوى سحرية للاختفاء. نانسي، أين أنت؟ هي، هل هربت ولم تخبرني بأي شيء؟ وتسمي نفسها صديقتي؟ نانسي، أين تختبئين؟ لا يراني أحد، يجب علي استغلال ذلك. أنفي. نانسي، انتظري، سأريك الآن. الآن سأصل إليك. أين أنت؟ هيا أخرجي. ما هذا لدى المهرج؟ إنه مفتاح القفص. هاي، أنا حرة. الآن سوف أحرر جيليان. هيا أخرجي بسرعة لنركض. وداعا أيها المهرج الشرير. تخيلي ماذا قاله لي. انظري، لم تغلق الخزانة. دعنا نكتشف ماذا يوجد. يبدو وكأنه نوع من الخزائن، يجب أن يكون بداخلها شيئا ذو قيمة كبيرة. لنرى. لا، قفوا. أين نحن؟ يبدو أنه حان وقت التحدي. سأفتح خزانتي أولا، إنها تبتسم لي. واو، كومة كبيرة من البوب إيت المشرقة. هذا عظيم. واو، نعم، ليس هناك كلمات. حان الوقت للضغط عليهم وتهدئة الأعصاب. غريب، لماذا هم ناعمون جدا؟ ورائحتهم لذيذة. بالضبط، إنهم حلوى سكرية. حلوى، أنت محظوظة.
نعم، لا يزال هناك الكثير منهم. أستطيع أن أكل كل شيء دفعة واحدة؟ من الصعب جدا التوقف. إنها لذيذة. يبدو أنها تركت واحدة. ربما هي لنا، لنجرب. حسنا هيا، إنها ملكي. أوه كم هذا مؤلم. حان الوقت لمعرفة ما ينتظرني. حسنا، يبدو أنه شيء ناعم للغاية. أوه هذا دود حي، لن أكلهم، لا أرغب في ذلك، هم مرعبون. انتهى الأمر، لا تقلقي، لقد طاروا بعيدا. لكنهم طاروا علي الآن، ساعدوني، يريدون أن يأكلوني. أعتقد أن هذا سيساعدنا هنا. سوف يأكل كل الديدان على الفور، حتى أولئك الذين يصنعون شاربا على وجهك. كم هذا مضحك، لكنني سأبعده عنك أيضا. لماذا وضعت شفتيك؟ أنا بحاجة لامتصاص الدودة بطريقة ما. انتهيت، كل شيء جاهز؟ نعم انتهى الأمر الآن. شفا هديانا جاهزة أيضا. هل تمزح معي؟ إذا لماذا لا تتذوقي كل هذه الديدان الرائعة؟ أحصل عليهم. أوه هم في داخلي الآن، ماذا أفعل؟ هذا مقرف. حسنا لا تصرخي، من الأفضل أن تري ماذا يوجد في خزنتك. كمان. هناك جرعة تنتظرني في الخزنة. أتمنى ألا أتحول إلى ضفدع أو دودة. عجيب، حتى الآن لا أشعر بأي شيء على الإطلاق. كل شيء كما كان سابقا. هذا غريب. أوه لا، ماذا يحدث لي؟ يا بنات ساعدوني، يبدو أنها جرعة التقلص. أنا الآن بحجم اليد. حسنا سأعيدك. انظروا، يا لها من لطافة. أوه أنت، هل ما زلت تعضين؟ أوه هذا مؤلم. حسنا لا مشكلة، سأتعامل معك على أي حال أيتها الفتاة الصغيرة. ستقاتلين ثعبانا حقيقيا. أتعتقدين أنني خائفة منه؟ نعم، سأتخلص من هذا العدو في لمح البصر. أتساءل من سيفوز؟ لم يعرف بعد، لكنني أعتقد أن الدودة أقوى. أيها الفيروس المتنقل. نعم لقد انتصرت عليه بالفعل، خذ هذا إنه لك. واو لقد فازت حقا. ما رأيكم؟ لقد كانت معركة رائعة. هذه المرة لدي شيء لذيذ، إذن سأفتح خزنتي أولا. واو هذا كوكتيل مع مارس، أنا أحبه. ما الذي أنتظره؟ حان وقت الشرب. لماذا لا يتدفق؟ زجاجة غبية. أوه أنت لا تفهمي. اسمعي دعيني أوضح لك كيف تشربي. أنت؟ طبعا. لن أعطيك الكوكتيل، إنه لي ويمكنني أن أشرب بدونك. كم أنت جشعة وبخيلة، لكن لن أهتم، سألقنك درسا. ستعرفين كيف لا تشاركي مع أصدقائك. ماذا فعلتي؟ أنا الآن مبللة تماما. كان بإمكاني شرب الزجاجة بأكملها، اعتقدت أننا أصدقاء. توقفي عن النحيب ديانا، افتحي خزنتك. ماذا؟ سمكة؟ أوه لا، من الجيد أنها ليست لنا. لكن لا يزال عليك أكلها، هذه هي القواعد. أعلم بدونك. لأجرب الآن. مريع، لا هذا فوق قوتي، لن يعمل، لن أكله. إنها القواعد، هيا كلي. حسنا اقتنعت، أنا بحاجة إلى القيام بذلك في أسرع وقت ممكن. إيو يا له من مقرف. إيو ما هذا الحسك، أبعده عني. ويكفي ضحك، هيا ماري افتحي خزنتك. نعم بكل سرور.
أما هذا نوع من حلوى السكتلز، أنا أحبهم بالطبع لكن لماذا هم قليلون جدا؟ طعمها مثل العادي، مجرد حلوى رائعة. بشكل عام أنا راضية. يبدو أن هذه الحلويات تنمو الآن علي. كم هذا رائع. صحيح، لنجربها. تفضلي. واو، انظري، أنا الآن جميلة جدا أيضا. ديانا هل تريدين؟ لا شكرا، أنا لا أكل البثور. مرة أخرى سأكون أول من يفتح الخزنة. أعتقد أن الجميع يوافق على ذلك. هذا ما أفهمه، هدية. لا يوجد الكثير من أجهزة الآيفون، ويا لها من صور جميلة ستظهر عليه. مشهد رائع. أنا أريد أيضا، أعطني بعض الصور. لا، اذهبي بعيدا، لا تفسدي صوري. أعطني، أنا أريد أيضا. يا فتيات توقفوا، أعطوني إياه. بينما تقرروا سألعب الآن. كيف تجرؤين؟ أعطني إياه، إنه لي. ماذا فعلتي؟ هاتفي الجديد. أوبس، يبدو أنه ليس في أفضل حالته. هذا كله خطأك. ماذا فعلتم؟ ليس لدي الآن هاتف، هذا مكسور. ما دمت تحملين ذلك سأفتح خزنتي. غريب، هل هو فارغ؟ دعونا نرى ماذا يوجد. أو لا، ضفدع. أنا أخاف منه، ساعدوني. أبعد هذا المقرف عن رأسي. لست بحاجة إلى هذا الحيوان أيضا، هيا ابتعد عني. أو لا، ابتعد. ماذا لو كان أميرا مسحور؟ ثم سأصبح أميرة حقيقية. أحتاج إلى التحقق من ذلك. وكيف هو الأمير؟ غير مضحك، لقد تحققت بالفعل. حسنا، تحققي أفضل. في غضون ذلك سأرى ماذا يوجد في خزنتي. آها، نوع من القبعات غير المفهومة. ماذا أفعل بك أيها الضفدع؟ لا أريد أن أزعجك، لكن يبدو أن ضفدعك تحول إلى تمثال. تمثال؟ عجيب، لماذا لونه بني؟ آها، بالضبط، إنه شوكولاتة. نعم، ليس فقط شوكولاتة، ولكن شوكولاتة رائعة ولذيذة. اسمعي، ربما تستطيع وضع الآيفون في قبعتك. هيا لنكتشف. لقد نجح، كم هو جميل. الآن لدي هاتف آيفون من الشوكولاتة، بالإضافة إلى أنه لذيذ جدا. إذن القبعة ليست عديمة الفائدة، لكن هل يمكنني ارتداؤها؟ يبدو أن كل شيء على ما يرام. يا إلهي، أنت وأنا الآن لدينا شوكولاتة من ماري. دعينا نأكل أصابعها. لا، لن نسخر منها. دعينا فقط نخلع قبعتها، ثم ستعود على ما كانت عليه. لنجرب. شكرا، لقد قمتم بإنقاذي. اعتقدت أنني سأبقى شوكولاتة إلى الأبد. هذه المرة اللذاذة تنتظرني. آمل أن يكون شيئا لذيذا. نوتيلا، أنا أعشقها. أريد أن أكل العلبة كلها. آسفة، أراد الغطاء نفسه أن يجلس على رأسك مباشرة. مهلا، هذا لا يعني أنه يجب أن يكون على وجهي. هيا لا تنزعجي، أنا فقط سعيدة بشأن الضيافة القادمة. أنا متأكدة من أنها لذيذة. كنت على حق، ألذ مما كنت أتخيل. أنا أيضا أريد. أنت تريدين، لكنه لي، خذي هذا. ومع ذلك هناك قطرة على أنفي. رائع، على أنفك، لكن يدي كلها بالنوتيلا. نعم، نحن نرى، أنت كلك في النوتيلا.
يبدو أننا الآن بحاجة إلى التعمق أكثر وأكثر. أولا يدي عالقة. لأنك شرهة يجب أن تأكلي أقل. سيكون من الأفضل عدم الضحك ولكن مساعدتي. هيا كلاريسا ساعديني اسحبي العلبة. لنجرب، دعونا، نستطيع فعل ذلك. هيا سحب شد. هناك الكثير من النوتيلا الآن. دعينا نأكل كل شيء بسرعة. أنا بخير، لا تقلقوا علي، أنا على قيد الحياة. هل أكلتم كل شيء؟ حقاً؟ أوه، هناك المزيد من الشوكولاتة. يمكنني أن أكله مباشرة من يدي. بينما تأكلين سأكتشف ماذا ينتظرني. شيء كريه الرائحة. أو لا، هذا جوف. كلا، لسوء الحظ هذا هو. لا أريد أن أكله، ارحموني. تحدثي أقل وأكلي أكثر. هيا. قرف، جنون. نعم، يبدو الأمر مثير للإشمئزاز فقط. هذا صحيح، لا أستطيع ابتلاعه. إنه جدا جدا جدا. لقد انتهى التأثير. رائع. أجل، رائع. الآن سنكتشف ماذا ينتظرني. يبدو أن الوقت قد حان لنا. أين نحن؟ أعتقد أن هذا تحدي جديد. كم هذا ممتع. هل يمكنني البدء؟ أنا متأكدة أن هناك شيئا لذيذا في تلك الخزنة. لم أخمن تماما، لكنه رائع أيضا. هناك جبل من البوب إيت، إنه غريب نوعا ما. رائحته لذيذة. واو، أستطيع أكله. عزيزتي، هل فقدت عقلك؟ لا يمكنك أكل المطاط. أنت لا تفهمي أي شيء، إنه ليس مطاط، إنه مرميلاد. كم هو لذيذ. أريد أن أكل كل شيء دفعة واحدة. يصعب وضعه في فمي، لكن يمكنني التعامل مع الأمر. كم أنت محظوظة، نحن نحسدك. بالتأكيد، لن أتردد في تجربته. لقد كان لذيذا، لكنني أكلت كثيرا. ربما ستعطينا البوب الأخير. أقترح أن نأخذه بأنفسنا ولا نسأل. في الواقع يمكنني رؤية كل شيء، لا حاجة للمس البوب إيت. أنا سأكله بنفسي. حسناً حسناً، سأعتني بخزنتي. ما هذا بعد؟ لا أصدق عيني، يبدو أنها تتحرك. إنها ديدان حية. يا له من كابوس. لا أريد أن أكون في مكانك أبداً جولي. أبعدهم عني. يبدو أن ديدان الخاصة بك ذهبت مباشرة إلى ميلا. ماذا فعلت يا جولي؟ أزيلهم الآن. حسناً، اهدئي، أنا بحاجة إلى مكنسة كهربائية. ميلا لديها دودة تحت أنفها. لكن هذا ليس مضحكاً على الإطلاق. أليكس، يكفي. عزيزتي، لا تقلقي، سأزيلها الآن. أوقفي تشغيل المكنسة، لقد امتصت شفتي. كنت مضحكة جداً. واو، انظر إلى ما حدث لميلا. شفتي مثل الزلابية المنتفخة. هذا كله خطأك. أنت الملام يا أليكس. كان يضحك طوال الوقت ويشتت انتباهي. حان الوقت لتعليمه درساً. ماذا فعلت يا جولي؟ فمي مليء بالديدان. لكن الآن يمكننا أن نضحك عليك. بالمناسبة، نسيت تماماً خزنتك. هناك جرة غريبة هنا. ليس لدي فكرة عما هي. ربما تستحق التذوق، وسأفهم كل شيء. حسناً، كيف تشعر؟ يبدو أن شيئا ما يحدث لي، لكنني لا أعرف ما هو. ميلا، انظري، لقد أصبح أليكس صغيراً. بالضبط، هذا يليق به، إنه لطيف جداً. أليكس، سأضعك على المنضدة. شكراً لك ميلا، لكن كان ممكن أن تكوني حذرة أكثر. نحبك يا أليكس، ابق دائما هكذا. لا أمانع. واو، بوب إيت، يمكنني أخيرا أن أجربها وأقفز عليها أيضا. مذهل، إنها أفضل من الترامبولين. ماذا تفعل يا أليكس؟ أنا أستمتع بالحياة. هذا لطيف جدا. أرسل لكم قبلة في الهواء. سأتوقف عن القفز، أنا متعب بالفعل. ربما يمكننا اللعب قليلا. ماذا؟ لا، لا نفعل أشياء غبية.
لم يكن عليك أن تعضني، كان بإمكانك أن تتحدث. لكن هذا ممتع للغاية. هل تتحدث عن المتعة؟ الآن سوف أريك ما هي المتعة الحقيقية. بدأت المعركة. بماذا تفكر يا جولي؟ تريد مني هزيمة الدودة؟ سهل، سأهزمها في ضربة واحدة. على الرغم أنك لن تهزمها. لا مشكلة، لدي فرصة للتعويض. أحسنت يا أليكس، أنت تفوز. هزمتك أيتها الدودة الغبية. لم يبقى الكثير. فوز. يا لها من قوة رائعة، لقد أدهشتنا. حسنا، حان الوقت للعودة. لقد عدت إلى ما كنت عليه من قبل، وأنا سعيد بذلك. هل يمكنني أن أبدأ هذه المرة؟ نحن لا نمانع. واو، هل ترى هذا؟ حصلت على آيفون. يا له من رائع. هذا ليس سببا للتفاخر. يجب أن تحسدوني جميعا، لن يكون لديكم هذا الهاتف. أليكس، ابتعد عن إطار الصورة. حسنا أيدي، سأخذ الهاتف. يبدو أن هذا سيدوم لفترة طويلة. أعطوني إياه، يكفي. ماذا تفعلين يا ميلا؟ سأخذ الهاتف مرة أخرى الآن. لا تزعجني، أنا ألعب. في الواقع أريد أيضا اللعب. أنا أيضا. ماذا فعلتم؟ لقد أسقطتم الهاتف. أوبس، هذا محرج. ما خطبه يا أليكس؟ أخبرني. من الأفضل ألا تري. أوه لا، ليس هذا، لقد انكسر. آسف جولي، لم نقصد ذلك. دعونا لا نتشاجر، بل نرى ماذا لدي. أعتقد أنني سمعت صوتا غريبا. ما الذي يمكنني الحصول عليه؟ يبدو أنه يراوغني. لا أصدق عيني، إنه ضفدع. هل أنت جادة؟ مستحيل. أبعدوه عن رأسي. أنا آسف، لكنني لن ألمسه. أوه، يبدو أنني تخلصت منه. لا، لقد قفز علي. أوه، كم هو غروي ولزج. خذه. ماذا فعلت جولي؟ كنت أن أبتلعه. أعتقد أنه لا يجب أن نخاف منه. انظر كم هو لطيف. ماذا لو كان أميراً مسحور؟ سأحاول تقبيل الضفدع لكسر التعويضة. حسناً كيف؟ هل نجح؟ ميلا قبلت الضفدع. وماذا في ذلك؟ كان علي التحقق. ويجب أن أتحقق ماذا يوجد في خزنتي. هناك قبعة، لا أعرف ماذا أفعل بها. جربها وأنظر إذا كانت تليق بك. احذري، لقد قفز الضفدع مرة أخرى. انظري ماذا حدث له، يبدو أنه مصنوع من الشوكولاتة. هل هو شوكولاتة حقا؟ لذيذ. لقد اكتشفنا كيف تعمل القبعة. وأنا أعرف بالفعل ماذا يجب أن أضع فيها. ماذا تفعلين يا جولي؟ لقد نجحت بالفعل، حولت الهاتف إلى شوكولاتة. فكرة عظيمة. كم هذا لذيذ. أنا بحاجة إلى تحويل شيء ما أيضاً، لكن ليس لدي أي شيء. انظري جولي، أصبح أليكس شوكولاتة. ماذا تفعلين ميلا؟ لماذا تحتاج إلى أصبعه؟ قفي، ليس عليك أكلها. أنت على حق، لم أفكر. أعرف كيف أستعيد أليكس، سأزيل القبعة فقط. حان دوري لأكون الأول. يبدو أنني حصلت على ضيافة لذيذة. واو، مخفوق الشوكولاتة. هذا يبدو جيدا جدا، هل ستشارك؟ أحتاج أولا إلى فتحه. ماذا ستفعل بدوني؟ أنت بحاجة إلى لفه هكذا. شكرا لك. الآن سوف تشارك معي. بالطبع لا. كيف فكرتي هكذا؟ سأشربه بنفسي. بالمناسبة لذيذ جدا. أنت بخيل، لكنني ساعدتك. حسناً، خذ هذا. ماذا فعلت يا جولي؟ سكبت كل ما لدي من الكوكتيل. لو أنك قمت بالمشاركة كان سيبقى لك. بارعة جداً. حان دور ميلا.
لا أريد فتحة. هناك بالتأكيد شيئا لا طعم له. حسناً، سمكة كريهة الرائحة. أخبرتكم. ماذا أفعل بها؟ لا أستطيع أن أضعها في فمي. تناول الطعام بسرعة وإلا سنختنق. لكني لا أريد. أنا فقط من أجلكم مستعدة للقيام بذلك. كم هي سيئة، مرعب. لن أكل هذه السمكة مرة أخرى في حياتي. هيا انتهي قريباً. حسناً حسناً، أعتقد من الأفضل أكل كل السمكة. واو، كيف هذا ممكن؟ لم أكن أعتقد أن ميلا قادرة على شيء من هذا القبيل. لقد رميت الحسك في وجهي. لكن هذا كان مضحك. ليس صحيحاً، افتحي الخزنة. هناك حلوى واحدة؟ وماذا أفعل معها؟ ربما علي أكلها وهذا كل شيء. لذيذة لكنها صغيرة جداً. حبة واحدة وجبة غريبة. أوافقك. ربما لا يجب أن أبحث عن تفسير. ما الذي يحدث؟ نعم، وجهك مغطى بالحلوى. ويدي أيضاً. هذه الحلوى مذهلة. انظروا، بدلا من الحلويات القديمة تظهر حلويات جديدة. هل يمكنني تجربتها أيضاً؟ مذهل، كم هي لذيذة. انظروا، أنا مغطى بالحلوى أيضاً. رائع، كم أحبه. هل تريد يا ميلا؟ لا شكرا لك. هاي خزائن جديدة. أنا جاهزة لفتح خاصتي. واو، تحتوي على علبة نوتيلا بداخلها. بالضبط، وهي كبيرة. انتبهي أين ترمي القمامة جولي. كم هذا مؤلم. آسفة، لقد جعلتني النوتيلا غافلة جداً. فقط لا أستطيع الانتظار لتجربتها. انظروا إلى هذه الشوكولاتة، إنها متعة حقيقية. وأنا أيضاً أريد. مذهل، حصلت على القليل. شكراً. لا تجرؤ على الاقتراب من النوتيلا مرة أخرى يا أليكس، لن أعطيها لأي شخص. جولي، أنت متسخة. وماذا في ذلك؟ لا، يبدو أن يدي عالقة في الجرة. يبدو أن شخصاً ما يحتاج إلى مساعدة عاجلة. اسحب أليكس، لا أريد أن أمشي هكذا لبقية حياتي. أنا أسحب لكنني لا أنجح. ساعدوني، أنا أسقط. لكنك نفسك طلبت ذلك. واو، لدي علبة نوتيلا الآن. إذا كنتم تسألون عن حالتي فأنا بخير. بصراحة لم نسأل. لماذا أخذت النوتيلا خاصتي؟ كم هو لذيذ. لا يزال هنا. حان الوقت للفتح. ماذا يوجد في خزنتي؟ اجلبوا أقنعة الغاز على وجه السرعة. إنها جبنة زرقاء. لن نحتاج إلى أقنعة الغاز إذا أكلتها الآن. أعتقد أن ميلا بحاجة إلى مساعدة. في الواقع لا، لم أطلب المساعدة. أعتقد أننا نجحنا، لقد أكلت كل شيء تقريباً. كيف هذا ممكن؟ أنا ذاهبة للتقيؤ الآن، أنا بالكاد أستطيع التحمل. من الجيد أن كل شيء سار على ما يرام، فقط خزنتي الغامضة بقيت. يبدو وكأنه ثقب أسود في الداخل.